هناخد النهاردة كيرفلينير موشن أو حركة الجسم في مسار منحني أو في كيرفت باث، وهناخد أهم تطبيق عليه اللي هو البروجكتايلز أو المجدوفات، وهندرس الكلام ده كله بالريكتانجلر كومبوننت اللي هي الكارتيزيان كوردينيتس اللي هي الإكس والواي. أول حاجة عايزين نفهم يعني ايه بروجكتايلز، يعني المجدوفات. أي جسم أديله initial velocity، ولا اعتبر عندي جسم، الجسم ده اديته سرعة ابتدائية أو initial velocity بأنجل معينة اسمها فاي. حركة الجسم ده اكيد هتبقى في مسار منحني، وبقدر اقول عليها في الحالة دي انها بروجكتايل او مجزوف. امثلة كتيرة اوي للبروجكتايل بتقابلنا في حياتنا، ابسط حاجة رياضات كتير، كرة القدم، كرة السلة، الهاندبول، كرة اليد، البيسبول، فكل دي مجزوفات عشان اللعيبة اصلا بتدي الكور انيشيال فلوستي بانجل معينة. فبنلاقي في معظم الرياضات دي الكورة بتعمل المسار المنحني او الكيرفت باس اللي احنا شايفينه ده. حركة البروجكتايل فعلا ندرسها بالاكس واي كوردينيت. لو طلبنا منك تقول لي الكوردينيت او احداث اي نقطة على الكيرفت باس اللي قصادنا ده اللي هو اي بي سي، اي حد هيقول لي اي كوردينيت لاي نقطة على الكيرفت باس دي هتتوصف باحداث اكس واحداث واي، يعني الجسم بتاعي حركته على المسار ده بتتوصف بحركة في الإكس وحركة في الواي، وهو ده اللي احنا هندرسه. هنقسم حركة المجزوفات بتاعتي لحركتين، حركة في اتجاه الإكس وحركة في اتجاه الواي. الجسم بتاعي اديته initial velocity وابتدى يطير في الهواء في المسار المنحني ده، فأكيد اللي بيأثر عليه بس هي عجلة الجاذبية، وعجلة الجاذبية في اتجاه النيجاتيف واي. يبقى دلوقتي أنا عندي عجلة في اتجاه الواي اللي هي نيجاتيف الجي. طب عندي عجلة في اتجاه الاكس؟ لا، ما عنديش عجلة في اتجاه الاكس. العجلة في اتجاه الاكس بتساوي زيرو، الاي بيساوي زيرو. يبقى دلوقتي الحركة في اتجاه الاكس under a equal zero، والحركة في اتجاه الواي under constant acceleration equal negative الجي. طب ليه نيجاتيف الجي مش جي بس؟ ليه عجلة الجاذبية هتكون عندي دايما بالنيجاتيف؟ عشان بكل بساطة الجي اتجاه لتحت واتجاه البوستيف لفوق في محور الواي، فبالتالي الجي عكس الاتجاه البوستيف يعني هاخدها بالنيجاتيف. يبقى الحركة بتاعتي حركتين، حركة في اتجاه الاكس وحركة في اتجاه الواي. الحركة في اتجاه الاكس under a equal zero، والحركة في اتجاه الواي under a equal constant. نمسك حركة حركة ونشوف القوانين الحاكمة ليها. لو مسكنا الاكس موشن او الحركة في اتجاه الاكس، وهي حركة تحت تأثير عجلة، العجلة دي بتساوي زيرو. طب ايه تعريف العجلة؟ هو مقدار التغير في السرعة بالنسبة للزمن. طب مقدار التغير للسرعة بزيرو، يبقى السرعة ثابتة مش بتتغير. يبقى الحركة في اتجاه الاكس under constant velocity او تحت تأثير سرعة ثابتة، عشان كده الاي بتاعتي بزيرو. قانون واحد بيحكم السرعة الثابتة اللي هو الاس ايكوال الاس نود بلس الفي في التي. القانون بتاعي ده هيتحول للشكل اللي تحتيه ده، الاكس ايكوال الفي اكس تي، وبعد كده كمان شوية هيتحول للشكل اللي تحتيه خالص، الاكس ايكوال في نود كوزاين ثيتا تايمز تي. طب في اعتبارين هاخدهم معايا عشان اقدر احول المعادلة بتاعتي من الشكل ده لشكل ابسط. اول اعتبار عندي هعتبر على طول ان نقطة الانطلاق هي نقطة الاصل، هعتبر ان النقطة اللي اسمها ايه، لو الجسم بتاعي ابتدى حركته من النقطة اللي اسمها ايه هعتبر دي الاورجين بوينت. لو خدت الاعتبار ده معايا يبقى اكيد اي اس نود عندي بتساوي زيرو، لان ايه هي الاس نود؟ هي مسافة الجسم من الاورجين بوينت عند بداية الحركة. فعند بداية الحركة كان الجسم اصلا واقف على الاوريجين بوينت، يعني ملوش اس، يعني الاس بتاعته بزيرو. اصبح معايا طول ما انا ماشي في البروجكتايل على طول اي اس نود هتقابلني هعملها بزيرو. لو انت مخدش الاعتبار ده معاك يبقى دلوقتي الاس نود هيكون ليها قيمة. فالمعادلة بتاعتي الاس ايكوال الاس نود بلس الفي في التي. لو شلت الاس هحط الاكس اللي انا شغال على محور اكس، الاس نود خلاص بقت بزيرو. لو شلت الفي هحط الفي اكس، السرعة في اتجاه محور اكس، ما انا شغال في اتجاه محور اكس، والتي هتنزل زي ما هي. القانون بتاعي ده ممكن يتبسط لاكتر من كده، اللي الاكس بتساوي في نود كوزاين ثيتا تايمز التي. لو قارنا هنلاقي ان القانون ده هو القانون ده، بس كل اللي عملناه شيلنا ال في اكس وحطينا في نوت كوزاين ثيتا. طب جت منين دي؟ احنا اتفقنا الحركة في اتجاه محور اكس under constant velocity او تحت تأثير عجلة ثابتة،
فسرعة الجسم في اتجاه محور اكس عند النقطة اللي اسمها ايه هي هي عند النقطة اللي اسمها بي هي هي عند النقطة اللي اسمها سي هي هي في اي نقطة على الكيرفت باث او على المسار المنحني. ولو رحنا عند النقطة اللي اسمها ايه وحبينا نجيب ال في اكس هنلاقيها عبارة عن ال في نوت كوزين ثيتا، يعني سرعة الجسم في اتجاه محور اكس على اي نقطة على المنحنى ثابتة. فجيت عند نقطة انا عارفها، النقطة اللي اسمها ايه، لو عايز اجيب ال في اكس عندها اقول عبارة عن ال في نوت كوزين ثيتا، فبالتالي شلنا ال في اكس وحطينا في نوت كوزين ثيتا. هنروح دلوقتي على الحركة في اتجاه محور واي اللي هي تحت تأثير عجلة ثابتة او constant acceleration، واول ما يجي في دماغي او تيجي كلمة constant acceleration او عجلة ثابتة على طول يجي في دماغي ثلاث قوانين الحركة الثابتة اللي هما ال v equal v node plus a t، ال y او ال s equal s node v node t plus half a t square. تالت قانون عندي v square equal v node square plus 2 a s minus s node. عايزين ناخد في الاعتبار برضك ما ننساش ان طول عمر عجلة الجاذبية عندي بالسالب، طول عمر عجلة الجاذبية عندي بالسالب، يبقى طول عمر عجلة الجاذبية عندي بنيجاتيف الجي في اتجاه محور اكس عشان الجي لتحت والواي البوستيف واي لفوق، يبقى الجي عكس اتجاه البوستيف واي يبقى بنيجاتيف جي. ناخد بالنا المعلومة دي هتفيدنا في المسائل، طول عمر الاي بنيجاتيف الجي. طب انا لو شغال وحداتي متر مليمتر نيوتن سكند يبقى كده شغال وحدات عالمية او انترناشنال، يبقى عجلة الجاذبية عندي بناقص 9.8 متر بير سكند سكوير. لكن لو شغال وحدات انجليزي فيت باوند انش يبقى عجلة الجاذبية عندي نيجاتيف 32.2 فيت بير سكند سكوير. يبقى ناخد بالنا الوحدات عندي عاملة ازاي. نرجع تاني للحركة في اتجاه محور واي، يبقى اي ايه هتقابلني دلوقتي في اتجاه محور واي هشيلها واحط بدلها نيجاتيف الجي. لو مسكت اول قانون عندي في قوانين العجلة الثابتة ال v equal v node plus a t، لو شلت ال v هحط ال v y، لو شلت ال v node هحط ال v node في اتجاه محور واي، لو شلت ال a هحط نيجاتيف الجي وال t هتنزل زي ما هي. كل التغيير من القانون ده للقانون اللي احنا مبروزينه وده اللي مسمينه رقم اتنين اللي انا هشيل ال v node y واحط قيمتها. لو جينا كده عند النقطة اللي اسمها ايه، ال v node اهي اللي هي التانجنت. طب ال v node y هي الريزوليوشن بتاع التانجنت على اتجاه محور واي، او تحليل ال v node على اتجاه محور واي هتكون عبارة عن ال v node y بتساوي ال v node sin theta. فعشان كده شيلت ال v node y وحطيت ال v node sin theta. تاني قانون عندي ال s equal ال s node plus v node t plus half a t square. طبعا اي اس نود هتقابلني بشيلها واحط بدلها زيرو عشان الاعتبار اللي خدناه معانا اللي هو دايما نقطة الانطلاق هي نقطة الاصل. الاس هشيلها واحط الواي، الفي نود هشيلها واحط في نود ساين سيتا، او الفي نود هشيلها واحط الفي نود في اتجاه الواي، التي هتنزل زي ما هي، الاي هشيلها واحط نيجاتيف الجي فيبقى عندي نيجاتيف هاف جي تي سكوير. الواي هنحط بقى القانون عندنا في برواز، فكل اللي هنعمله هنشيل ال v node y ونحط بدلها v node sin theta. اخر قانون عندي ال v square equal v node square plus 2 a s minus s node. هشيل ال v واحط ال v y square، هشيل ال v node square واحط v node sin theta square. ال s node عندي بزيرو فيبقى لي plus 2 a s اللي هتتحول ل negative 2 g y. تعالى كده نقول عند اي نقطة لو عايزين نجيب ال V total، طول عمر ال V total في الكيرفلينير موشن هي تانجنت للمنحنى بتاعي، طول عمر ال V total هي تانجنت للمنحنى بتاعي. لو انا عايز اجيب ال V total عند اي نقطة يبقى اخد ال component of x square plus ال component of y square تحت ال square root. لو انا عايز اجيب ال V total او السرعة الكلية تحت الجذر اجمع مربع مركبة السرعة في اتجاه محور x زائد مركبة السرعة في اتجاه محور واي. تعال عند نقط كده محينة هي special case وبيكون فيها given او معطى مش هيقولهولك في السؤال، لازم انت تكون عارفه عشان هتحتاج تستخدمه في المعادلات. عند النقطة اللي اسمها بي زي ما احنا شايفين كده، النقطة اللي اسمها بي دي تقريبا او هي اصلا اقصى ارتفاع ممكن الجسم بتاعي يوصله.
عند النقطة دي مركبة السرعة بتاعتي التوتال هي ال Vx، يعني كده معناه ان ال Vy بتاعتي اصلا بزيرو، يبقى عند اقصى ارتفاع ال Vy بزيرو وال V total equal ال Vx، مفيش مركبة سرعة في اتجاه محور واي عند اقصى ارتفاع، وده منطقي. عند اقصى ارتفاع الجسم بتاعك هيتحرك تقريبا كده في مستوى افقي، عند اقصى ارتفاع مفيش مركبة سرعة في اتجاه محور واي. ما هو بالعقل كده الجسم بتاعي بادئ من النقطة اللي اسمها ايه وطالع على المسار ده، وبيتعرض لعجلة، العجلة دي لتحت وقيمتها 9.8، وقيمتها 9.8، واتجاه ال في واي والجسم طالع اتجاهها لفوق. يبقى دلوقتي السرعة في اتجاه واي لفوق والعجلة في اتجاه واي لتحت، السرعة عكس اتجاه العجلة، يبقى بتعرض لديسيليريشن، يبقى الجسم بتاعي هيبتدي بفي نوت بسرعة ابتدائية بقيمة معينة، وتبتدي تقل 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 لحد ما توصل عند أقصى ارتفاع وتوصل ال في واي عندي بزيرو، وده اللي حصل. فيبقى لي بس ال في اكس بعد كده، والجسم نازل عند أي نقطة. لو خدنا تانجنت عند أي نقطة زي النقطة دي، لو خدنا تانجنت وجينا نحلله، جينا نحلل التانجنت ده اللي هو ال في توتال، هتلاقي ال في اكس راحة يمين وال في واي نازلة لتحت. يبقى والجسم نازل في الجزء التاني من المنحنى، سرعة الجسم في اتجاه محور واي لتحت والعجلة لتحت، العجلة في اتجاه السرعة، يبقى الجسم بيتعرض لأكسلريشن أو عجلة تزايدية، فبالتالي سرعة الجسم هتزيد من زيرو لحد ما توصل لأقصى سرعة ليها عند النقطة اللي اسمها سي. النقطة اللي اسمها بي ده بسميها أقصى ارتفاع، إحداثي النقطة اللي اسمها بي في اتجاه محور واي ده بسميه ال H maximum أو أقصى ارتفاع. خد بالك من المعادلة دي اللي هي بتقول لك في سكوير واي ايكوال في نوت ساين ثيتا سكوير ماينس 2 جي واي، اللي هي رابع معادلة مرقمها في السلايد اللي فات. المعادلة دي لو انت هتستخدمها عند اقصى ارتفاع، خد بالك في جيفن مش هقوله لك في السؤال، انت المفروض تكون عارفه، اللي هو الفي واي عندي بتساوي زيرو، سرعة الجسم في اتجاه محور واي عند اقصى ارتفاع بتساوي زيرو. فبالتالي المعادلة بتاعتي هيكون شكلها عامل كده، ال في واي بتاعتي بتساوي زيرو، يعني المعادلة بتاعتي زيرو بيساوي في نوت ساين سيتا الكل سكوير ماينس 2 جي، الواي هشيلها واحط بدلها اتش ماكسيمم عشان عند اقصى ارتفاع احداث النقطة دي او الواي بتاعتي هو الاتش ماكسيمم. تعالى برضك عند النقطة اللي اسمها سي، ولو نلاحظ النقطة اللي اسمها سي هي اقصى نقطة البروجكتايل بتاعي او الجسم بتاعي هيوصل له. لو انا سألتك ايه الكوردينيت بتاع النقطة اللي اسمها سي، هتقول الكوردينيت بتاع النقطة اللي اسمها سي همشي في الواي زيرو، لانها على نفس مستوى او بمحاذاة نقطة الاصل او نقطة الانطلاق. طب لو قلت لك احداث الاكس بتاعي اسمه ايه، بتقول لي عليه اسمه الرينج او المدى. ايه هو الرينج او المدى؟ دي اقصى مسافة في اتجاه محور اكس ممكن البروجكتايل يوصل لها. لو سألتك بقى التايم بتاعي عند النقطة اللي اسمها سي عبارة عن ايه، تقول لي التايم اوف فلايت او زمن الرحلة. ما هو الزمن اللي هتاخده البروجكتايل من النقطة ايه عشان توصل لحد النقطة اللي اسمها سي، هو ده زمن الرحلة، لان الجسم بتاعي رحلته كله من ايه لحد ايه، لحد النقطة اللي اسمها سي. يبقى التايم اوف فلايت هو زمن الرحلة. خد بالك لو انت بتتعامل او لو طلب منك الرينج او طلب منك التايم اوف فلايت، على طول بروح اشك في اول معادلتين، او بنسبة 95% هستخدم اول معادلتين انا كنت مرقمهم في السلايد اللي فات، اللي هي اول معادلة بتقول لي اكس ايكوال في نوت كوزاين ثيتا مضروبة في التي. ما انا لو شغال عند النقطة اللي اسمها سي يبقى هشيل التي واحط التي اف او التايم اوف فلايت. يبقى انا ممكن لو معايا الاكس معايا الرينج يعني ومعايا الفي نوت ومعايا الثيتا اجيب التايم اوف فلايت. وبرضك ممكن تخش المعادلة اللي بتقول لك واي ايكوال في نوت ساين ثيتا تي اف ماينس هاف جي تي اف سكوير. لو انا بشتغل على النقطة اللي اسمها سي هشيل التي واحط التي اف او التايم اوف فلايت. خد بالك لو انت شغال على المعادلة دي يبقى انت هتشيل الواي وتحط بدلها زيرو،
ليه؟ لأن عند النقطة اللي اسمها سي ارتفاع الجسم بتاعي عن الأوريجين بوينت بيساوي زيرو، يبقى أنت لو شغال في المعادلة دي عند النقطة اللي اسمها سي أو أبعد نقطة ممكن الجسم يوصل لها، وطلعت النقطة دي على محاذاة الأوريجين بوينت أو نقطة الأصل، على طول في جيفن مش بيقولوا لك في المسألة أنت بتحط بإيدك إن الواي بيساوي زيرو. ودولت الأربع قوانين اللي أنا هستخدمهم عندي، اللي هو x equal v نوت كوساين سيتا تي، y equal v نوت ساين سيتا تي ماينس هاف جي تي سكوير، ال v y بتساوي v نوت ساين ثيتا ماينس جي تي، ال v y سكوير equal v نوت ساين ثيتا كل سكوير ماينس 2 جي واي. الأربع قوانين دولت هي القوانين اللي أنا هستخدمها بس مع البروجكتايل. أول قانون وتاني قانون هستخدمهم بنسبة كبيرة جدا لو طلب منك تايم اوف فلايت أو طلب منك رينج. بروح أمسك أول قانون وتاني قانون، أو أول رول وتاني رول، بستخدمهم عند ابعد نقطة الجسم بتاعي وصلها، فاقدر اجيب التايم اوف فلايت او الرينج. معادلة رقم 3 ومعادلة رقم 4 بستخدمهم لو طلب مني اقصى ارتفاع او لو طلب مني اي معلومة عند اقصى ارتفاع. على طول معادلة 3 و4 بخشهم، بيفيدوني ليه؟ عشان فيها ال في واي، وال في واي عند اقصى ارتفاع بيساوي 0. يبقى معادلة 1 و2 لو رينج او تايم اوف فلايت، 3 او 4 لو طلب مني اقصى ارتفاع او لو طلب مني اي حاجة عند اقصى ارتفاع، فبخش بنسبة كبيرة معادلة رقم 3 و4. اول مسألة عندي مديني رسمة زي كده وبيقول لي في ولد كان واقف عند النقطة اللي اسمها ايه. الولد ده شاط كورة بسرعة ابتدائية بتساوي 10 متر بير سكند، والانجل اللي اتشاطت بيها الكورة 30 او 30 مع الهوريزنتال او مع الافقي. فطلب مني شوية طلبات، قال لي انا عاوز الار، عايز الرينج، عاوز الاتش، عايز الاتش ماكسوم، عايز اقصى ارتفاع الكرة هتوصل له، واخر حاجة قال لك عايز الفي لما الكرة تخبط في الارض، عايز سرعة الكرة لما تخبط في الارض، يعني عايز السرعة عند النقطة اللي اسمها سي. ولما دام قال السرعة وسكت يبقى دلوقتي هو عايز الفي توتال اللي هي بتساوي الفي اكس سكوير بلس الفي واي سكوير، كل ده تحت او اندر السكوير روت او تحت الجذر التربيعي. اول ستيب او اول خطوة في مسائل البروجكتايل ان انا بروح اجيب الكوردينيت لكل نقطة عندي وبحدد الاورجين بوينت بتاعتي. اتفقنا هنمشي او هنعتبر ان نقطة الانطلاق هي الاورجين بوينت بتاعتي. لو عملت حاجة غير كده انت صح، بس راعي ان ساعتها هيكون في اس نود. يبقى انا هبتدي احدد الاورجين بوينت بتاعتي. فانا قلت خلاص الاورجين بوينت هي النقطه اللي اسمها ايه، يبقى الاي بتاعتي الاكس بتاعها بزيرو والواي بتاعها بزيرو. النقطه اللي اسمها بي احداث الاكس بتاعها اكس بي معرفوش، واحداث الواي بتاعها هو الاتش، ما ده اللي انا اصلا طالبه اللي هو اقصى ارتفاع. النقطه اللي اسمها سي احداث الاكس بتاعها اكيد هيبقى الرينج، لان النقطه اللي اسمها سي هي ابعد نقطة ممكن الكرة توصل لها، واحداث الواي بتاعها بزيرو لان هي في محاذاة نقطة الاصل بتاعتي. اول مطلوب عندي طلب مني الرينج، يبقى اشتغل عند النقطة اللي اسمها سي. وقلت لك مدام طلب منك الرينج او التايم اوف فلايت يبقى المعادلة رقم 1 و2، حاططهم لك فوق على يمين الشاشة اهو، المعادلة رقم 1 و2. يبقى انا هخش المعادلة رقم 1 و2 هقدر اجيب التايم اوف فلايت او الرينج بتوعي او اجيب الاتنين. ففعلا رحت عند نقطة اللي اسمها سي ودخلت المعادلة رقم 2 اللي بتقول الواي بيساوي في نوت ساين ثيتا تي ماينس جي تي سكوير. النقطة اللي اسمها سي احداث الواي بتاعها بزيرو، فشلت الواي وحطيت زيرو. الفي نوت بتاعي ب10، الثيتا بتاعتي ب30، يبقى ساين 30 كل ده مضروب في التي ماينس هاف عجلة الجاذبية ب9.8 عشان شغال متر وشغال نيوتن في التي سكوير. هجيب من الكلام ده كله التي بتاعتي هتطلع التي ب1.2 سكند. دلوقتي اقدر اخش المعادلة رقم 1 عندي اللي هي في اتجاه الاكس، اللي هي بتقول لي الاكس بيساوي الفي اي كوزاين ثيتا تي. لو شلت الاكس هحط الار، ما انا طالب منك الرينج، واحداث النقطة سي في اتجاه محور اكس هو الرينج بتاعي وهو الار اللي انا طالبه. الفي اي عندي جيفن ب10، كوزاين 30 في التي انا لسه جايبها ب1.2، فاقدر اجيب الار بتاعتي 10 كوزاين 30 في 1.2 تطلع معاك ب8
و83 من 100. تاني حاجة هطالب مني ال h، او بمعنى اصح طالب الماكسيمم هايت اللي الكرة هتوصله اللي هو عند النقطة اللي اسمها b. فراح اقول له خلاص مادام طلبت الماكسيمم هايت يبقى المعادلة رقم 3، بص فوق على يمين الشاشة، او المعادلة رقم 4، شوف اللي تناسبك ايه. فانا دخلت المعادلة رقم 4 اللي بتقول لي ال v سكوير y ايكوال v نوت ساين ثيتا اول سكوير ماينس 2 جي واي. عند اقصى ارتفاع ال v y بيساوي 0، فعوضت عنها بزيرو، وده جيفن انت عارفه. شلت ال v نوت، حطيت 10 ساين ثيتا ساين 30 ماينس 2 في 9.8 في ال h، فاقدر اجيب ال h هو القانون الوحيد في الايكويشن بتاعتي، فاقدر اجيب ال h بتاعتي ب 5 و102 من 1000 متر. اخر مطلوب عندي خالص طلب مني السرعة عند النقطة اللي اسمها سي، والسرعة التوتال اتفقنا في السلايد اللي فات السرعة عند اي نقطة، السرعة التوتال عند اي نقطة بتساوي الجذر التربيعي لمركبة السرعة في اتجاه محور اكس تربيع زائد مركبة السرعة في اتجاه محور واي تربيع. طب مركبة السرعة في اتجاه محور اكس ثابتة، يعني السرعة في اتجاه محور اكس عند النقطة اللي اسمها ايه، هي بي هي سي، بتساوي ال v نود كوزين 30، بتساوي 10 كوزين 30. يبقى خلاص ال v x معايا، مشكلتي كلها ان هجيب ال v y. فانت لو عايز ال v y خلاص خش المعادلة رقم 3 تعرف تجيب ال v y، او المعادلة رقم 4 اللي تحب على حسب ال given بتاعك. فانا دخلت المعادلة رقم 3 اسهل، عايز منها ال v y، فاقول v y بيساوي ال v نود ساين ثيتا ماينس ال g في ال t. ال في نوت هشيلها واحط 10، الساين ثيتا احط ساين 30، ناقص جي بناقص 9.8 والتي بتاعتي ب 1.2، فيطلع معايا ال في واي بنيجاتيف 4.996 متر بير سكند. عايز دلوقتي ال في توتال عند النقطة اللي اسمها سي، يبقى خد ال في اكس ربعة اللي هي 10 كوزين 30 سكوير بلس 4.996 سكوير، كل ده تحت السكوير روت، يبقى كل ده بيساوي 10 متر بير سكند. المسألة اللي جاية برضك اهي قصادك، وحطيت لك اول حاجة الاربع معادلات بتوعي اللي انا استخدمهم على طول. مسألة هي بسيطة، بيقول لي في ولد، الولد ده عايز يرمي الكرة من النقطة اللي اسمها ايه ويوصلها عند اقصى ارتفاع اللي هي فوق البيت او المبنى ده عند النقطة اللي اسمها سي. قال لي والله الولد ده كانت السرعة الابتدائية اللي رمى بيها الكورة بتساوي 15 متر بير سكند او 15 متر بير سكند، وانا مش عارف السيتا ايه بتاعته بكام. فطلب مني شوية مطالب كده، قال لي انا عاوز اعرف، عايز اعرف منك ايه، عايز اعرف السيتا ايه بكام، السيتا ايه بكام، بحيث الولد يقدر يوصل الكورة عند النقطة اللي اسمها سي او عند اقصى ارتفاع، وعايز اعرف المسافة اللي اسمها دي بكام. قال لك عايز اعرف الولد هيقف على بعد قد ايه من البيت عشان يقدر يرمي الكرة توصل عند اقصى ارتفاع. اتفقنا اول ستيب في مسألة بروجكتايل، بروح على طول احدد الاورجين بوينت بتاعتي واجيب احداثيات كل النقط. فاروح عند نقطة اللي اسمها ايه واعتبرها هي نقطة الانطلاق وهي الاورجين بوينت، فهي دي الاورجين بوينت، الاكس ايكوال زيرو والواي ايكوال زيرو. عنديش غير نقطة اللي اسمها سي، احداث الاكس بتاعها دي زائد 4، واحداثي الواي بتاعها مش 8، لا 8 ناقص 1. هتمشي قد ايه من ايه لحد ما توصل لسي؟ همشي 7 اللي هي 8 ناقص 1. هطرح ارتفاع المبنى من الارض ناقص ارتفاع نقطة الاصل من الارض. طلب منك ايه؟ طلب منك السيتا ايه. قال لك عايز السيتا ايه بكام بحيث الكرة توصل لاقصى ارتفاع. مدام جاب سيرة أقصى ارتفاع، على طول للمعادلة رقم 3 للمعادلة رقم 4. ففعلا دخلنا المعادلة رقم 4 على حسب الجيفن بتاعك اختار، اللي هي ال v سكوير y بيساوي ال v a ساين ثيتا سكوير ماينس 2 جي y ماينس y نود. واتفقنا أي حاجة فيها نود ال y نود عندي بإيه؟ بزيرو. شلت ال v y وحطيت زيرو عشان سرعة الجسم في اتجاه محور واي عند أقصى ارتفاع بيساوي زيرو. ال في ايه ب 15، الساين ثيتا دي اللي أنا عاوزها، الجي بتاعتي ب 9.8 عشان شغال متر، وهشيل الواي واحط 7 لأنها شغال عند النقطة اللي اسمها سي، فإحداث الواي بتاعها 7. طبعا الواي نود بزيرو، فأقدر تجيب الثيتا بتاعتك ب 51.4. طب طلب منك ايه تاني؟ قالك أنا عايز الولد هيقف على مسافة قد ايه من البيت
عشان يرمي الكرة توصل لأقصى ارتفاع. يعني هو طلب مني الدي، عايز يعرف الدي دي بكام. والله الدي دي ما ظهرتش غير في إحداثي إكس للنقطة اللي اسمها سي. يبقى انت خش الاكس موشن عند النقطة اللي اسمها سي، حط القانون بتاعك وشوف هتعرف تجيب الاكس ولا لا. ما انت لو عرفت تجيب الاكس بكام تعرف تطرح منها 4 فتعرف تجيب منها الدي. فانا دخلت في الاكس موشن، معادلة الاكس موشن اللي بتقول الاكس بيساوي الفي اي كوزاين ثيتا تي، وبصيت لقيت نفسي الاكس دي مش عارفها، هي عبارة عن دي زائد 4، دي انون مش عارفها. الفي اي معايا ب15، الثيتا معايا ب51.4، والتي برضك مش معايا، معيكش الزمن اللي هتاخد الكرة عشان توصل من ايه لحد سي. فانت كده كنت محتاج تجيب الزمن ده الاول، فكنت المفروض تفكر انك تخش معادلة الفي واي التانية اللي هي المعادلة رقم 3 عشان تجيب الزمن اللي الكرة هتاخده عشان توصل من ايه لحد سي. المعادلة دي بتقولي تاني، المعادلة دي بتقولي ان الفي واي بيساوي الفي نوت واي ماينس الجي في التي. المعادلة دي انا عارفها عند اقصى ارتفاع الفي واي بزيرو، كل حاجة معاك ما عدا التي، فتقدر تجيب لي التي باتنين سكند تقريبا، اللي هي ب1.196، يعني ب1.2 سكند تقريبا. يبقى انت خلاص معادلتك في الاكس موشن اتحولت انك هتشيل اكس وتحط 4 بلس دي اللي هو احداثي اكس للنقطة اللي اسمها سي. الفي اي معاك 15، كوزاين ثيتا كوزاين 51.4، والتايم معاك دلوقتي ب1.196، تقدر تجيب لي الدي بتاعتك تطلع ب17 او ب7.18 من 100. اخر مسألة معايا خالص، شوية لعيبة بيسبول، في لاعب واقف عند النقطة اللي اسمها ايه، هيشوت الكورة بسرعة ابتدائية 40 فيت بير سكند، وبانجل الانجل دي جيفن عندي في السؤال اللي هي ب60. الانجل بتاعتي جيفن في السؤال اللي هي بكام، اللي هي ب60. فاللاعب ده خلاص شاط الكرة بسرعة ابتدائية 40 فيت بير سكند وبانكل اللي هي 60 او 60. في لاعب تاني اللي هو عند النقطة اللي اسمها بي، ده المفروض بيراقب الكرة ويبتدي يجري عشان يمسك الكرة بتاعته، فهو هيجري من عند النقطة اللي اسمها بي لحد ما يوصل للنقطة اللي اسمها سي عشان يمسك الكرة بتاعته. فهو بعد ما حكالي المسألة دي كلها طلب مني طلبين، قال لي انا عاوز اعرف السرعة الثابتة اللي هيجري بيها اللعيب اللي عند النقطة اللي اسمها بي عشان يقدر يمسك الكرة اللي اسمها سي، وكمان عايز يعرف المسافة اللي هيقطعها، المسافة اللي اسمها دي. كل ده قال لي خد بالك ان اللعيب اللي اسمه بي او اللعيب اللي واقف عند النقطة اللي اسمها بي ابتدى يتحرك اول لما لقى الكرة فوق دماغه بالظبط، يعني اللعيب اللي عند النقطة اللي اسمها بي مش هيبتدي يتحرك غير لما الكرة تكون فوق دماغه بالظبط. هو طلب مني حاجتين، طلب مني السرعة الثابتة اللي هيجري بيها والمسافة اللي اسمها دي. فالحل بتاعي او الخطوة عندي بعمل ايه، بروح على طول اجيب الكوردينيت واحدد الاورجين بوينت بتاعتي. فخلاص الكوردينيت بتاعتي هتكون عبارة عن النقطة اللي اسمها ايه، 0 و0، النقطة اللي اسمها بي احداثي الاكس بتاعها 15 فيت والواي بتاعها معرفوش، النقطة اللي اسمها سي احداثي الاكس بتاعها 15 زائد الدي والواي بتاعها بزيرو. ما انا اعتبرت النقطة اللي اسمها ايه هي نقطة الاصل، وهو هيمسك الكورة عند النقطة اللي اسمها سي اللي هي في محاذاة نقطة الاصل بتاعتي. هو قال لي خد بالك ميك ذا كاتش ات ذا سيم اليفيشن، بيقول لك هو هيمسك الكوره عند نفس الارتفاع اللي اتضربت منه، يعني احداثي الواي النقطه اللي اسمها سي بيساوي 0. اكيد هشتغل عند النقطه اللي اسمها سي، فدخلت في اتجاه الواي موشن وطبقت المعادله دي. طب ليه طبقت المعادله دي؟ عشان اقدر احط الواي عندها بزيرو، يبقى انا كده في انون من الانونز اللي عندي خلاص لغيته وبقى جيفن عندي. يبقى لو دخلت المعادله دي وحطيت الواي فيها بزيرو، وطبعا الواي نوت برضك بتبقى بزيرو، الفي اي عندي ب40، ساين ثيتا ساين 60، التي مش عارفها، نص في جي، الجي بتاعتي ب32.2 تي سي سكوير. اقدر اجيب من المعادلة دي التي سي بتاعتي بكام، ب2.15 اس. يبقى الكرة بتاعتي عشان تطلع من اي وتوصل لحد سي هتاخد الزمن ده 2.15
2.15 سكند. هخش بقى في معادلة الاكس موشن. على المعادلة بتقول لي ان الاكس بيساوي الاكس نود زائد الفي اي كوزاين ثيتا اي في التي. طبعا الاكس نود عندي بزيرو، الاكس بتاعتي هي الخمستاشر زائد الدي، ما انا اكيد عايز اجيب الدي، فاكيد لازم الاكس تظهر معايا في الموضوع، لان الدي ما ظهرتش غير في احداثي اكس النقطة اللي اسمها سي. فدخلت في الاكس موشن وكتبت المعادلة بتاعتي اللي هي الاكس 15 زائد الدي بتساوي 0، اللي هي الاكس نود الفي اي ب40 كوزاين ثيتا اللي هي كوزاين 60 في التي سي اللي انا لسه جايبها. يبقى كده خلاص اقدر اجيب الدي بتاعتي هتطلع معايا بكام فيت؟ ب28 فيت. يبقى ده كده اول مطلوب عندي. طيب مطلوب طلبه عندي بيقول لي انا عايز اعرف سرعة اللعيب اللي هيجري بيها عشان يمسك الكورة. يبقى انا هشتغل دلوقتي على اللعيب وقال لي خد بالك ان السرعة دي ثابتة. قال لي انا عايز اعرف السرعة الثابتة اللي هيجري بيها اللعيب ده عشان يمسك الكرة بتاعتي. يبقى قانون واحد بيحكم السرعة الثابتة اللي هو ال S equal ال S نود زائد ال V في ال T. لو سألنا بعض ال S بتاعة اللعيب دي عبارة عن ايه؟ هي عبارة عن المسافة اللي اسمها D. طب ال S نود بكام؟ ال S نود خلاص بزيرو. طب دلوقتي ال V B بتاعتي دي اللي انا اصلا عاوزها، ال V B دي اللي انا عاوزها. طب ال تي بي سي برضك معرفهاش، يعني انا في المعادلة دي كلها اعرف ال دي ب 28 فيت لسه جايبها من شوية، وانا طالب ال في بي، يعني المفروض حضرتك دلوقتي تجيب ال تي بي سي عشان تعرف تجيب ال في بي. طب ايه هي ال تي بي سي؟ هو الزمن اللي خده اللعيب عشان يجري من نقطة بي لحد النقطة سي. فانا دلوقتي هروح امسك في كونديشن واحد الدهوني قال لي خد بالك ان الراجل ده مش هيبتدي يجري غير لما يلاحظ ان الكرة فوق دماغه بالظبط. فالراجل ده هيبتدي حركة لما الكرة تكون فوق دماغه بالظبط، فبالتالي الزمن اللي هتاخده الكرة عشان توصل من بي لسي هو الزمن اللي هياخده الراجل عشان يوصل من نقطة بي للنقطة اللي اسمها سي، عشان الاتنين بدأوا حركتهم من عند النقطة اللي اسمها بي في نفس الزمن او في نفس اللحظة. يبقى انا اخش على النقطة اللي اسمها او اخش على الكورة، لو عرفت اجيب الزمن اللي خدته الكورة عشان تتحرك من ايه لحد بيه وطرحته من الزمن اللي خدته الكرة، او طرحت الزمن اللي خدته الكرة عشان توصل من ايه لحد سي، يقدر اجيب الزمن اللي هتاخده الكرة عشان توصل من بيه لحد سي، اللي هو الزمن الراجل اللي هياخده عشان يوصل من بيه لحد سي. يبقى دلوقتي اصلا معايا التي سي اللي هو الزمن اللي خدته الكرة عشان توصل من ايه لحد سي، اللي هو بكام؟ ب2.15. لو قدرت اجيب الزمن اللي هتاخده الكرة عشان توصل من ايه لحد بيه، يبقى انا كده اقدر اجيب الزمن اللي هتاخده الكوره من بي لحد سي، اللي انا اطرح الزمن بتاع سي ناقص الزمن بتاع بي، فاقدر اجيب الزمن من بي لسي. ما هو الزمن من بي لسي للكوره هو زمن البي لسي للراجل، عشان الاتنين ابتدوا حركتهم من نفس اللحظه. فانا دلوقتي هشتغل على الكوره عند النقطه اللي اسمها بي، فانا اعرف اوريدي احداثي النقطه اللي اسمها بي في اتجاه الاكس اللي هو ب15. لو دخلت معادله الاكس موشن اللي بتقول الاكس بيساوي الاكس نود زائد الفي اي كوزاين ثيتا تي، لو دخلت المعادله دي انا معايا الاكس والاكس نود بزيرو، الفي اي معايا والثيتا معايا، فاقدر اجيب الزمن اللي خدته الكوره عشان توصل من اي لحد بي. فالزمن بتاعي طلع ب 0.75 سكند. خلاص اطرح الزمن تي سي ناقص تي بي يديني 1.4 اللي هو الزمن اللي هتاخد الكرة عشان توصل من بي لحد سي. جبت الزمن ده، اخش على اللعيب تاني اعوض في المعادلة بتاعته، اقول والله انا معايا الدي ب 28 فيت جايبها من شوية، السرعة دي انا محتاجها، الزمن اللي اسمه تي بي سي ب1.4، فاقدر اجيب الفي بي تطلع معايا ب20 فيت بير سكند.